حضراتكم من قبل وباء فيروس كورونا وبعد وباء فيروس كورونا ابتدينا نشوف عدد كبير جدا من المبادرات وعدد كبير جدا من الناس اللي بتشتغل في مجال السياحة والإرشاد ابتدوا يعملوا صفحات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي لأن هم يعملوا فيديوهات مثلا يصوروا أثر من الآثار اللي موجودة في جمهورية مصر العربية ويروحوا يزوروها ويقعدوا يتكلموا عنها ويشرحوها لكثير من الوعي وكثير من الثقافة. عندنا النهاردة مبادرة من هذه المبادرات واحدة منهم وهي مبادرة حدوتة أثر. ضيفي اللي منورني في الاستوديو الدكتور أحمد يحيى مؤسس مبادرة حدوتة أثر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام بخير. علاج دكتور في ايه؟ بص انا معايا يعني بعمل دكتوراه في تاريخ الفن ونقد التذوق الفني كلية التربية الفنية جامعة حلوان. عظيم. وأنا مدرب فنون تشكيلية في جامعة حلوان، مركز فنون تشكيلية للطلبة الغير متخصصين. الطلبة يعني اللي عندهم الموهبة بس ما قدروش يخشوا كلية فنية. كويس. فالجامعة عاملة لهم مركز، الجامعة هي اللي بتتكفل بالمصاريف بتاعته والأدوات والتولز اللي بنعملها وبندرب الطلبة فيهم وبنقلهم إن هم يخشوا معارض ومسابقات، والحمد لله على مدار كل سنة بنكسب مراكز على مستوى مصر وعلى مستوى خارج مصر. تمام دكتور، انا عارف ان احنا مفكرتنا عن حدوته اثر حلو كده، بس انا شايف حضرتك جايب كتاب. ايه الكتاب ده او البامفلت ده؟ ايه الكتاب ده؟ يمكن هي لاول مره على في مصر والوطن العربي. تمام. يتعمل كتيب ده عن قصر البارون. قصر البارون اللي لسه يعني مفتوح لسه بقاله بالظبط 20 يوم بالظبط، يوم 30/6 اتفتح اللي فات. ده ايه بقى؟ يعني كانت زوجتي على تواصل مع حد من يعني مسؤولين من وزارة الآثار واقترحت فكرة ان احنا نعمل كتاب. الكتاب بيتحدث عن قصر البارون ويبقى موجه لفئة الأطفال. لاني انا اساسا مصمم جرافيك، شغلي كله في التعليم الالكتروني سواء رسوم او رسوم متحركه. فاقترحت ان احنا نعمل عليه الفكره، والحمد لله الفكره لقت قبول في وزارة الآثار، والحمد لله يعني قعدنا من انا يمكن من شهر اتنين بدأت في الكتاب، ومع افتتاح القصر تم توزيعه على الأطفال اللي بيروحوا المدرسة المتحفية اللي هناك كتعارف للمكان، وفي كمان في اكتيفيتي شوية اكتيفيتي تلوين او لعبة المتاهة او وبعض المعلومات الإرشادية عن يعني انت عايز تقول لي ان ده كتيب رسمي، قصر البارون ده كتيب الرسمي تبع اداره التنميه الثقافيه بوزاره الاثار. دكتوره رشا كمال. وده بيتوزع ببلاش للاطفال لما بيروحوا يزوروا البارون. البارون. طب دعوه من نهارك يا سعيد دلوقتي لكل اطفال مصر اللي موجودين في كل محافظات مصر ان هم يروحوا يزوروا قصر البارون وياخدوا الكتيب الجميل ده، يعني كتيب ظريف جدا، و ممكن انك انت في العاب كمان تلون في قص ولزق وفي تلوين وفي متاهه في اخر ورقه خالص وراء لعبه المتاهه وكلها مرتبطه باصل البارون، يعني شخصيه الفيل اللي هي المسيطره على القصر على ديكور القصر هي دي اللي اخترتها ان هي تكون الشخصيه الرئيسيه للقصه بتاعتنا. حلو قوي. الاطفال بيتنقلوا من مرحله العصر الحديث لمرحله العصر القديم. تمام. والفيل هو اللي بيبدا يشرح لهم المكان. ما شاء الله. يمكن هي مرحله اولى، يعني هي دي ما خارج القصر لسه، يعني ما عملش جوه القصر بقى. معلومات عامه عن خارج من بره، يعني المنطقه الخارجيه للقصر، تاريخه تاريخ القصر نفسه والبارون نفسه. باب. تمام. طيب وما فيش يعني ممكن في امكانيات تطور هذه الفكره مثلا ان هي تصاحبها مثلا سيديهاية، تصاحبها فلاشايه؟ هي ان شاء الله مع اعاده فتح المطارات تاني واعاده عدد السياح فاحنا كان عندنا فكره ان احنا كمان تترجم. عظيم. لان الفريق السياحي اللي بتيجي بيبقى معاه اطفال فنيه تترجم لعده لغات وممكن بقى حته ان هي تخش في الناحيه الالكترونيه بقى اللي هي ممكن ابلكيشن او او قصه او رسوم متحركه. يعني دي ان شاء الله في يعني فكره حلوه جدا الخطوات اللي جايه باذن الله. كل التهنئه بصراحه للفكره الجميله دي، وخصوصا باذن الله مع زياده السياحه كمان الاجانب لما يجوا وبتاع. وبعدين كمان اكيد هتبتدي يبقى في ان شاء الله لو وباء كورونا ده يعني باذن الله ربنا بعده عننا يعني ان شاء الله ممكن تبتدي المدارس تبقى في رحلات لانه للبارون، فيبقى برضو بياخدوا هذا الكتيب الجميل جدا، حاجه جميله قوي. هو ده يعني بعد كده في الرحلات ان المدارس بتنظم رحلات فهي بتعمل زياره للمتحف الاول في التنظيم بتاخد نسخه من الكتاب بحيث ان المشرف اللي جاي مع الرحله بيبقى ممكن في الباص وهم جايين في الطريق. حلو قوي. بيبدا يحكي كبري فيزيت او كما قبل الزياره للاولاد. تمام. وبعد كده الاولاد بيروحوا هناك بيستلموه وبيخشوا. طيب. المدرسه المتحفيه. حدوته
حدوته اثر. حضرتك ناحيه مجال الفن شويه وناحيه مجال يعني دكتور في مجال الفن يعني، فجات ازاي بقى فكره انك انت عايز تتكلم عن حدوته خاصه بالاثار المصريه؟ بص حضرتك، انا مجالي شويه تاريخ الفن. فتاريخ الفن، انا كنت معيد في معهد ترميم الاثار في الاقصر اثناء اعداد رساله الماجستير الخاصه بيا، كانت برضو موضوعها عن وادي الملوك في الاقصر. الا ان موضوع الاثار ده، لا ده موضوع يعني عندي من مثلا من وانا عندي 6 سنين. كان والدي الله يرحمه من المهتمين جدا بحب الاثار المصريه، الله يرحمه. وبدانا يعني من وانا صغير بنطلع رحلات لكل، يمكن زرت اغلب الاماكن في مصر يعني لغايه مرحله الثانوي، يعني من مرحله الابتدائي لمرحله الثانوي يمكن زرت اغلب اماكن في مصر. ما شاء الاقصر، الله، اسوان، اسكندريه، بورسعيد، الغردقه، يعني كل الاماكن، وطبعا هنا القاهره كل المتاحف او كل الاماكن الاثريه اللي هنا. فالحمد لله الموضوع ده حببني في المجال، وكان نفسي طبعا اخش كليه اثار، يا اما كان هندسه يا اما اثار، بس طبعا الظروف بقى الثانويه العامه وكده، تمام، فدخلت كليه تربيه فنيه، والحمد لله يعني حققت شويه من حلمي جوه الكليه، يعني كويس ما أوي. بعدتش قوي عن الطريق. لما جيت اعمل الدراسات العليا اخترت مجال تاريخ الفن لان هو ده شويه كان اقرب لي لمجال الاثار. بدات بقى بعد كده، بعد وانا بعمل الماجستير، انا عضو في الاتحاد العام لكشافه المرشدات، قائد رسمي، كويس. قائد مجموعه كشافه نادي الطيران الكشفيه والارشاديه. بدات بقى الحمله دي من النادي، يعني من كشافه الطيران، كويس أوي. اللي انا بدات كقائد لفرقه الاول، كان فرقه الاشبال اللي هي مرحله الابتدائي، اللي انا ابدا اعمل لهم حاجه اسمها رحلات اعرف بلدك. كان بيتحط في البلان بتاعتنا كل سنه ان احنا لازم نعمل رحلتين او 3 اثريين، يعني بندمج بينها ما بين الشغل الكشفي، يعني كلنا بنطلع زي الكشفي، بنعمل اكتيفيتي الكشفيه واحنا في الطريق، وبعد كده بنبدا نروح المكان ده، بنبدا ناخد فيه يعني مثلا احنا عايزين نروح القلعه، كويس. فاحنا ما بنروحش القلعه بناخدش باص ونروح القلعه، لا احنا بناخد باص بننزل عند باب زويله، بنبدا رحلتنا من هناك، كويس. بنبدا نشرح باب زويله، جامع المؤيد، بنمشي في شارع الخياميه لغايه ما نوصل لمثلا منطقه السلطان حسن الرفاعي، بنعملها كقاعده ريست اولى، بنخش نقعد جوه نريح شويه، ببدا اشرح لهم المكان، بنخلص المكان وبنبدا بعد كده نتوجه مشي، كل ده سيرا على الاقدام يعني كويس. ناحيه كشفيه شويه، كويس. بنبدا نوصل لغايه القلعه، بنبدا نشرحها وبناخد اليوم بتاعنا هناك، وبعد كده بنرجع. ومعاك زملاء مصورين بيتابعوا التصوير كل طبعا. حاجه، كويس. لازم توثق يعني اعلاميا، سواء تصوير فيديو او تصوير صور. المخرجه قالت لي انك انت جايب لنا فيديو خاص بقصر البارون، قصر البارون رحت زرته القصر بعد البارون يومين من الافتتاح، يعني انا اتفتح يوم 30/6، يوم 2/7 رحت صورت لايف هناك. طب ممكن تسمح لنا نبص بقى نتفرج مش على جزء من الفيديو ده، نتفرج على جزء من حدوتة أثر لزيارة قصر البارون، نشوف. الهند وتأثر بالمعمار والثقافة بتاعتهم. القصر بدأ في بنائه سنة 1907 وانتهى سنة 1911. أنتجوا لنا هذه التحفة المعمارية اللي هنشوف كل جزء منها بالتفاصيل عن قرب. القصر تم بنائه على مساحة 42,000 متر. لو بصينا كده اهو، ادي يمكن لقطة لمساحة القصر من شارع صلاح سالم والساحة اللي فيها الحدائق، وبعد كده مبنى القصر وفي مباني خلفية كمان. الأرض اللي اتبنى عليها القصر كانت ارض صحراء، طبعا اتعملت فيها المستويات اللي احنا شايفينها دي. القصر كل ارضياته مغطاه يا اما بالركام او الخشب، الركام والخشب كانوا مستوردين من ايطاليا وبلجيكا. الركام والخشب اللي اتبنى بيهم ارضيات القصر كانوا مستوردين من ايطاليا وبلجيكا. البارون ده لما هنعمل زوم شويه كده على المبنى هنلاقي ان هو ما اتاثرش، هنشوفه اتأثر بالطراز الهندي في المباني والتماثيل اللي تزين المباني دي، وهنلاقيه اتأثر بالطراز العربي الإسلامي في كل شغل الخشب اللي اتعمل في القصر، يعني الشبابيك والأبواب كلها من الطراز العربي الإسلامي، والمباني بس هي اللي من الطراز الهندي. هنلاقي كمان هنشوفها عن قرب بعد كده في أماكن كتير جدا في حديقة القصر بعض التماثيل اللي اتأثر فيها بالطراز النحت الأوروبي، سواء في التماثيل أو في بعض الأسقف اللي موجودة جوه القصر.
القصر مكون من دورين فيهم 7 غرف وليهم بدروم وسطح. كان بيضم زمان مجموعة من التحف من الذهب والبلاتين والبرونز. جميل، انت بتاخد الكاميرا وبتنزل او حد بينزل معاك بيصور المكان، وانت بيبقى فيه فويس اوفر ليك انك انت بتتكلم عن المكان، صح كده؟ مش كل اماكن، مش كل يعني الاماكن اللي هيبقى صعب فيها وجود تصريح انا بصور بس بيبقى مسموح بيها. طبعا تصوير موبايل لاني عشان اطلع تصريح تصوير كاميرا بيبقى بياخد وقت وجهد كتير، طبعا صعب، فبصور بالموبايل ومسموح طبعا ان احنا نصور بالموبايل. والمبادره كمان بتبقى تشجيع للجيل الجديد، يعني الطلبه اللي بيصوروني في الفيديوهات اللي انا بعملها كلها دول طلبه عندي في الجامعه محبين للتصوير. فطبعا انا بحاول ان انا زي ما بنديهم يعني فرصه في الجامعه ان هم يعبروا عن الشغل بتاعهم، لا احنا كمان بنديهم فرصه في انا شايف ده تصوير كده من جوه المكان جوه البرو، ده تصوير من الداخل كويس قوي. طب كويس اهو انت ظهرت اهو يعني مش الاثر بس هو حضرتك بتبقى في بعض الاماكن انا ببدا اشرح وبعد كده بركز اكتر على يعني بركز اكتر على المكان. طب تمام تمام تمام، وده واحد من الافلام اللي انت بتحطها على مبادره اثر او انا بقى يعني بعد مع بدايه الكورونا ودي يمكن سلاح ذو حدين، يعني على الرغم ان هي عملت تباعد في كل المجالات ومشاكل اقتصاديه وفي كل المجالات الا ان احنا قدرنا ان احنا نتغلب على المشاكل دي ونبدا نستخدم التكنولوجيا، والتكنولوجيا دي موجوده من زمان. يعني انا شغال في مجال التعليم الالكتروني او الانتراكتيف ليرنينج من حوالي اكتر من 10 سنين كويس. ما كانش مستخدم بالطريقه اللي احنا شايفينها دلوقتي. بدانا نستعمله، عملت صفحه اسمها معالم بشكل تاني مع الرحاله. كان الهدف منها ان انا اظهر المعلم مش بالشكل الناس عارفاه، يعني الناس عارفه ان المعلم ده بالشكل ده، لا انا ببدا اخد المعلم ده من مكان تاني كويس، من رؤيه واحد بيحب المكان، مش من رؤيه يعني مش رؤيه واحد دارس او رايح لحاجه معينه. لا انا بنزل كاني بنزل وبتفرج عادي على المكان وببدا اعمل الرحله بتاعتي. الحمد لله الصفحه لقت اقبال كويس ويمكن ما كانش عندي المشكله في حته عدد المتابعين، لا انا كان المهم عندي ان يبقى اللي بيتابعوني يبقوا فعلا هم متابعين الصفحه لهدف. يعني انا كنت بركز اكتر في الكومنتس اللي بتقابل كويس لاني برد عليها، يعني لو حد المعلومه فيها مشكله او معلومه غلط او معلومه هو محتاج زياده عليها بزودها له كويس. فالحمد لله. وانت طبعا لما بتجيب مصادر المعلومه بتاعتك اكيد بتجيبها من المصادر متنوعه، مصادر متنوعه وعربيه واجنبيه عشان ابقى جايب الموضوع ما يبقاش فيه مشكله في غلط سرد تاريخي او حاجه. تمام. الحمد لله الصفحه لقت اقبال، يمكن انا حتى في الصفحه عملت اللوجو، انا اللوجو ده انا اللي رسمه كويس، اللوجو اللي في الصفحه ده بشخصيتي انا اللي رسمه خليته كلوجو هو الرحاله. الصفحه الحمد لله لقت اقبال وبعد كده تم التواصل معايا من صفحه حدوته كشفيه. دي صفحه مقرها لبنان، مديرتها القائده دينا السومه من الكشافه اللبنانيه. طبعا بحب اوجه لها الشكر ان هي تبنت الفكره وشجعتها جدا. بدانا اول لايف في رمضان عملته في ميدان التحرير، وممكن عدم الخبره بقى عمل لي مشاكل كتير في الموضوع ده امنيا ان انا معيش تصريح. طبعا لازم تاخد تصريح. انما انا الحمد لله يمكن انا عضو نقابه فنيه تشكيلين والنقابه تابعه لمنظمه اليونسكو. يمكن دي شويه يعني ساعدتني وانا شعب التصوير فيها، فساعدتني شويه ان انا يعني المشكله تعدي الحمد لله على خير يعني. وطبعا تابعوا الفيديو اللي انا مصوره لقوا ان انا بعمل حاجه كويسه للبلد يعني. فالحمد لله يعني الموضوع عدى على خير. خلي بالك ارجوك. لا ما كانت قله يعني خبره يعني. الموضوع ده بالذات يعني التحديات اللي بلدنا بتواجهها دي يعني، وخصوصا في الحته اللي انت بتتكلم فيها دي، واخد بالك اكيد بيبقى النواحي الامنيه مهمه جدا انك انت تاخد تصريح وتعمل الحاجه بشكل قانوني من غير ما يبقى فيه اي تهديد للامن القومي المصري. لا والحمد لله يعني حاجات كده كبيره قوي الموضوع ده. لا والحمد لله يعني انا لما اتكلموا معايا انا يعني ما كانش يعني ما كان الموضوع عادي وفهمتهم انا ايه ووريتهم الفيديو لما طلبوا الفيديو قلت لهم اتفرجوا عليه. تمام. والحمد لله الموضوع تم على خير يعني. تمام. بدانا من رمضان والحمد لله عمل نسبه مشاهدات كويسه على الصفحه. كل شهر بنعمل زي تقييم، فالحمد لله اني لقيت ان انا انت كام فيديو محطوط على الصفحه بتاعتك او المبادره على الصفحه لحد دلوقتي؟ في حوالي 8 فيديوهات. 8 غير أوكي. الصور. وانت ابتديت بقالك قد ايه المبادره دي؟ بقالها قد ايه؟ حدوته اثر من رمضان. من رمضان اللي فات ده على طول. يعني قعدنا عملنا فيديو واحد في رمضان مع يعني كنت بعمل فيديو لايف ومجموعه صور، يعني انا بنزل كل اسبوع بمجموعه صور بتحكي عن مكان.
حلو قوي. بعد رمضان عملت في شهر، كان في شهر 6 اربع فيديوهات، والحمد لله شهر 7 دلوقتي تالت فيديو. انت جايب لنا فيديو ايه تاني ممكن نشوفه مع بعض؟ في شارع المعز كويس، ومقابر المماليك اللي هي اللي عليها اللغط الكتير اليومين دول. وبنزل كل يوم، يعني انا اعمل اللايف بتاعي كل يوم سبت بوقت محدد، بنزل اعمل اللايف. طبعا المصورين معايا شريف واحمد عادي، احمد علي، الاثنين دول طلب عندي بشكرهم طبعا، لان هم الاعمال دي كلها اعمال تطوعيه. يعني احنا في الكشاف عندنا هي حركه تطوعيه، فاحنا الاعمال دي كلها تطوعيه. الهدف منها ان انا بنشر الوعي للمجتمع والثقافه، والثقافه طبعا. الوعي الاثري عندنا احنا عندنا اثار كتير جدا، الا ان عندنا الاهتمام بيها. يعني انا بنزل مع ضيوف اجانب. ايه ميزه انك تبقى لايف؟ لا، ميزه ان انا ابقى لايف اني يعني انت دلوقتي رايح شارع المعز كويس، وماشي بيها ومعاك لايف، وانت بتتكلم وبتحكي عن كذا 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 كذا. ايه ميزه انك تبقى لايف؟ المتابعه. متابعه، الناس لما بتشوف حاجه لايف بتحاول تتابعها بشكل اقوى. يعني انا اقوى من انها تكون متسجله. يعني حلقه البارون دي كانت متسجله، ما عملتهاش لايف. لا، يمكن عدد متابعات اللايف بتاعت المعز او بتاعت مقابر المماليك كانت اكتر في وقت اذاعتها. يعني الناس بتبقى عندها شغف اكتر ان هي تشوف الحاجه في وقت اذاعتها. تمام. احنا ممكن نشوف فيديو خاص بالمعز، شارع المعز، نشوف. انا يمكن عملت المعز بطريقه مختلفه شويه. يعني يمكن الناس عارفه المعز من غير ما تحكي بقى، خلينا نشوف. خلاص، حاضر، نبص على الفيديو. اتفضل. فنون العماره الاسلاميه في بناء السبيل، ما كانش مجرد العماره بتبنى المساجد بس او القصور بس، لا، كان اي اثر بيرتبط بالدوله او بالحضاره الاسلاميه كان بيتم بناؤه بالشكل الاسلامي. هنبدا دلوقتي جولتنا. طبعا شارع المعز زي ما قلنا هو من اقدم شوارع القاهره، بني معاها يعني حوالي من زي ما احنا قلنا من حوالي 1051 سنه. شايفين طبعا كل المباني اللي موجوده هنا، حتى المباني اللي تم بناءها بالشكل في العصور الحديثة شوية أو العصور المعاصرة شوية، هنلاقي إن هي أخذت أيضا الطابع العمارة الإسلامية. طبعا هنا حتى الأسواق والمحلات بنشوف فيها أغلبيتها الأسواق والمحلات ذات الحرف القديمة. يعني حتى الأسواق اللي موجودة هنا والمحلات اللي موجودة هنا الحرف فيها الحرف القديمة اللي تكاد تكون اندثرت في اغلب المناطق تاني في مصر، واغلبيتها طبعا اماكن بيجي فيها السياح لبيع طبعا مستلزمات الانتيكات ومستلزمات القهاوي زي ما احنا هنا شايفين. طبعا هنا في جامع، ظهر جامع الأقمر. جامع الأقمر طبعا مدخله من مسجد، من شارع المعز لدين الله، إنما هنا دي الجزء الخلفي ليه ودورة المياه. احنا لسه كل ده في طريقنا لشارع الجمالية، يمكن ماشيين اهو شايفين حتى لما حصل ترميم لمنطقة شارع المعز تم ترميمها بطريقة تكاد تكون مشابهة كتير للشكل القديم بتاعها. شايفين طبعا بعض المباني القديمة، ده برضو سبيل نفس الشكل بتاعه زي ما شفنا في سبيل كاتوخدة، بعض الأسبلة اللي كانت منتشرة كتير جدا. شارع المعز مع حدوتة أثر. أنت كنت بتحكي لي وإحنا بنتفرج على الفيديو إنك أنت ما دخلتش الشارع نفسه، فرعت في حتة تانية، اكتشفتوا حاجات تانية أو آثار الناس ما بتكلمش عنها. يمكن أنا بدأت اللايف بالسبيل بتاع كاتخدة أو كاتخدة اللي هو الناس عارفاه كلها، فالناس افتكرت إن أنا هاخد شارع المعز بالشكل المعتاد، مجموعة ألوون، مجموعة برقوق، بعد كده اخش على جامع الاقمر، بيت السحيمي، وجامع الحكم امر الله، اللي هو البرنامج العادي المعتاد. لا، انا بدات، انا عملت الاول زي عصف ذهني للجمهور، هو افتكر خلاص كده، فرحت واخد بقى. لا، انا رحت داخل حاره تنبكشيه، شارع الجماليه، في مجموعه اثار هناك يمكن عددها لو خدناها نفس المسافه من السبيل لغايه باب النصر او باب الفتوح، لا، عدد اللي في شارع الجماليه اكتر ومتنوعه. يعني في وكالات
في مساجد، في خانقاهات، في ابواب. لا ف... ف والاماكن دي للاسف ما حدش بيروحها. يعني انت قلت لي فيها مدافن، في في مسجد دخلناه، في مدفن حفيد صلاح الدين الايوبي. حفيد صلاح الدين الايوبي من احد الشيوخ اللي كان في الطرق الصوفيه هنا في مصر. مدفون جوه المسجد ده. يمكن احنا دخلناه برضو، يمكن كارنيه النقابه هو اللي ساعدنا في دخوله شويه. فكان وقت صلاه، لان احنا بنحاول احنا نلتزم بالاجراءات اللي تتخذها الدوله عشان مواجهه فيروس كورونا. فدخلناه في وقت صلاه وصورنا جوه تصوير سريع جدا. وخرجنا والحمد لله الفيديو ده يمكن الناس اتفاجئت بيه، يمكن اغلب متابعين صفحه هدول كشفيه كلهم من كل الدول العربيه. فطبعا كل الضيوف اللي بيجوا في مصر بينزلوا شارع المعز. طبعا اول مره كانوا يشوفوا شارع المعز بالطريقه دي. وكلهم قالوا ان بعد ان شاء الله لما تفتح عوده السياحه هينزلوا الاماكن دي. يعني كلهم اخذوا وعد مني ان احنا يعني هينزلوا في وقت قريب مع بعض، بحيث ان انا اخدهم في جوله للاماكن دي، لان فعلا نزلوا كتير جدا شارع المعز وللاسف ما شافوش الاماكن دي قبل كده. يمكن هو ده المسجد من جوه، مسجد جميل جدا مبني بطريقه الطراز المملوكي. ده اللي فيه مدفون فيه حفيد صلاح الدين الايوبي. تمام. اسمه ايه المسجد ده؟ ولا مش فاكر. بيبرس الجاشينكير. ايه؟ بيبرس الجاشينكير. الجاشينكير ده هو من المماليك. تمام. وطبعا المماليك ما كانوش مصريين، يعني ما كانوش متوامين، كلهم كانوا من اسيا الصغرى. فكان الاسامي شويه يعني مختلفه. تمام. عن الاسامي اللي عندنا شويه. تمام. نسبه الاقبال على الصفحه بقى، قول لي يعني هل بيبقى من المصريين اكتر ولا من بره مصر اكتر ولا ايه؟ من كل الدول. يعني انا عندي يعني حتى انا ليا زمايلي يمكن بره مصر، فحتى دول متابعين ليا. فعندي في الدول العربيه في متابعين كتير جدا. والدول الاوروبيه سواء في امريكا، ليا ناس اعرفها في امريكا نشروا صفحه هناك. في استراليا نفس الموضوع. فالحمد لله. يعني ايطاليا برضو نفس الموضوع. ففي لا يعني في تنوع وفي تنوع في الاعمار كمان. كويس. يعني في مرحله المدارس موجودين، مرحله الجامعه، اولياء امور، ناس كبير يعني ناس كبيره. فلا الحمد لله يعني التنوع ده طبعا بيخليني اكتر يعني اجيب معلومات اكتر، يعني لاني بحاول انا اخلي تنوع معلومات، بحيث ان مش المعلومات يهتم بيها الكبير بس او الصغير بس، لا بحاول اخلي تنوع في المعلومات بحيث ان كل اللي بيتابع الصفحه يستفاد منها. طب اللي بيتابع بقى الصفحه اكتر سنه ايه؟ يعني سن الشباب، سن كله شباب. محدش شباب. وده حاجه كويسه جدا. لان ده يمكن المرحله العمريه الكبيره شويه ممكن يكون قرا شويه او شاف الحاجات دي. انما مرحله شباب عندنا لا، يعني عندهم حته الوعي الاثري دي للاسف قليله شويه. او مجرد هو بيعرفها من الصور او من الدراسه، مش اكتر من كده. انما لا، انا بعمل المبادرات دي. كان الاول زيارات، يعني انا في الجامعه السنه اللي فاتت كنت باخد الطلبه ننزل الاماكن الاثريه دي، نقعد اشرحها ويقعدوا يرسموا بعد كده. فطبعا كان يا دوبك بس العدد اللي بيجي معايا هو اللي يعني ايه اللي بيستفيد من الرحله. لا، فلما جت موضوع الكورونا وعملنا بدانا نعمل الفيديوهات اللايف على صفحات الانترنت، لا الموضوع زاد. الموضوع بقى فيه عدد المتابعين زاد. وطبعا دي بيبقى الاستفاده اكبر يعني. وكل ما المتابعين بيزيدوا بيخليني انا نفسي يعني اطلع معلومه اكتر. أوكي. يعني بيشجع اكتر ان انا اطلع المعلومه بتفاصيل كتيره شويه عشان العدد الاكبر يستفيد. الزيارات او الثمان فيديوهات اللي انت قلت لي حطيتهم على الصفحه لحد دلوقتي من رمضان اللي فات. صح كده؟ دول كلهم داخل القاهره. داخل القاهره، ما خرجتش بره القاهره. في بقى زيارات بالصور خارج القاهره. يعني انا يمكن قعدت فتره في المملكه العربيه السعوديه. حتى في المملكه العربيه السعوديه كانت الزيارات، يعني كنت بعمل الزياره سواء لو مثلا بعمل عمره في مكه او في المدينه او في الرياض نفسها. لا كنت باخدها من ناحيه اثريه شويه. يعني في الرياض حضرت مهرجان الجنادريه. رحت المتاحف اللي موجوده هناك وصورتها ونزلت على الصفحه. في مكه رحت الاماكن المرتبطه بالمناسك في وقت غير المناسك. يعني في اماكن هناك مرتبطه بالمناسك الحج والعمره، بس رحتها في وقت غير المناسك وظهرتها بالناحيه الاثريه والناحيه التاريخيه اكتر من الناحيه الدينيه، مع الناحيه الدينيه. صحيح. لعدم امكانيه السفر الفتره اللي فاتت نزلت صور وفيديوهات لاماكن. وكمان دلوقتي يمكن زمايلي في صفحه حدوته كشفيه من الدول العربيه يمكن حصل اتفاق بيني وبينهم ان هم هيصوروا اماكن عندهم هناك. وهيبعتوا لي الاماكن دي مسمياتها ايه. وهبدا انا اتكلم عنها. هتكلم عنها. كويس. يعني جالي من المملكه العربيه السعوديه. ده ايه ده؟ الصوره ده مكتبه مكه. في ساحه الحرم المكي. وده المكان، المصادر بتؤكد ان المكان ده اللي كان فيه الدار اللي اتولد فيها الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. يعني المصادر بتؤكد ان ده المكان اللي كان فيه دار اللي هو في شعب ابي طالب. دي زياره للمسجد عمرو بن العاص مع فريق كشافه الطيران.
طبعا القائد كامل بقى ده اللي هو الـ يعني لا اديني الصورة اللي فاتت دي بعد إذنك أستاذة لينا. السنة الصورة اللي فاتت بعد إذنك. أيوه دي كانت إمتى دي؟ دي من حوالي سنتين. من سنتين. لا من سنتين يعني. أوكي. القائد كامل برضو اللي هو واقف ورايا ده. شايف مفيش حد حاطط كمامة. لا 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 دي كانت من سنتين. طيب. هو يمكن من أكتر المشجعين ليا في موضوع حدوث أثر، هو قائد العام لكشافة الطيران. كويس أوي. دي كانت في كومومبو. يعني كل دي برضو من حوالي سنتين يعني. إذن الموضوع بقاله كتير يعني الحكاية. ده شغل أنا وأنا بشتغل بقى في الشغل الفني، المجال الفني. تمام. الجداريات. لا الموضوع من مثلا من حوالي سنة 99 أو 2000. دي ايه الصورة دي؟ الأنشطة بقى ده في أسبوع شباب الجامعات في جامعة المنوفية، حصلنا على المركز الأول في المعرض الفني اللي كنت مشرف عليه. ما شاء الله. وتكريمي من الدكتور رئيس الجامعة. كويس أوي. ده المعرض الفني كان عندنا في الجامعة. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب، دكتور ماجد نجم رئيس الجامعة. ده إمتى ده؟ ده من حوالي 6 شهور فاتوا. كويس يعني في نهاية الترم الأول. قبل الكورونا برضه. لا ما كله بعد الكورونا يعني من شهر 2 مفيش أنشطة في أنشطة خالص، حتى في الجامعة عندنا مفيش. ممكن إن شاء الله الفترة الجاية نبدأ نرجع الأنشطة. طب في نجاح قدرت توصل ليه؟ يعني هل في افكار جديده انت بتفكر فيها انك انت عايز تطور الحكايه اكتر واكتر؟ ما هو ان شاء الله يمكن انا حرقت الفكره يمكن من دقائق معدوده، ان انا الفكره ان فعلا تم التواصل مع يعني زمايلي في السعوديه، في المغرب، في الجزائر، في ليبيا، في فلسطين، ان هم هنبدا يصوروا هناك فيديوهات وهبدا انا اشرحها. يعني حتى قلت لهم شرحوها، قالوا لي لا احنا ما عندناش الطريقه او الملكه اللي انت بتشرح بيها. كويس. فلا احنا هنصور لك الحاجات الاثريه اللي عندكم اللي عندهم، وانا هبدا اركب عليها الصوت وننزلها لايف، بحيث ان الموضوع ما يبقاش لا مقتصر على مصر بس. ان شاء الله لما الدنيا تفتح شويه برضو هبدا اتنقل لاماكن كتيره. بس يمكن هي دي الافكار الجديده انك انت تتوسع، مش بقاش بس حدوته اثر تبقى في مصر بس، حدوته اثر للعالم العربي كله والاسلامي كله باذن الله. ان شاء الله. صح كده؟ ان شاء الله. ربنا يوفقك. ربنا يوفقك ان شاء الله. وانا شاء الله. انا سعيد جدا بصراحه يعني لسه هخش لما ارجع البيت، هخش على حدوته اثر واشوف ايه الاخبار. بس انا مبسوط قوي بالموضوع ده الحمد لله، يعني خصوصا للاطفال، لتشجيع الاطفال ان هم يحبوا الاثر المصري، وانه تشجيع الاطفال ان هم من هم صغيرين يحبوا الاصل، يعني يحبوا مصر اكتر واكتر، ويبقى في انتماء اكتر واكتر. دي حاجه مهمه جدا. انا بحاول، انا يعني حصل معايا، لان انا بقول لحضرتك انا بدات الموضوع من وانا في 5 أو 6 سنين. والدي كان مهتم بالموضوع ده. فانا بحاول دلوقتي يمكن مع اولادي في البيت او مع الطلبه في الكشافه النادي او الطلبه في الجامعه، اللي انا يعني فعلا حب الاثر يعني او حب تاريخ المكان ده بيحببني في المكان نفسه. يعني انا يعني يمكن الناس كتير جدا، وانا حتى في السعوديه لا يعني كنت من عشاق مصر حتى وانا بره. يعني لما كان يجي اغنيه عن مصر او حاجه، لا يعني كان بيبقى في نوع من الشجن اللي انا بره مصر او حاجه. لاني انا فعلا يعني حبي للتاريخ وحبي للاثار ودراستي اليوم حببوني جدا في البلد. كويس. وخلوني يعني بحاول انا يعني ارد شويه من الجميل البلد عليا. تمام. اللي انا اظهرها قدام العالم كله بالمظهر اللي فعلا المفروض تبقى ظاهره. طب ينفع دكتور انك انت اقول لك فكره يعني تفكر فيها؟ انك انت الفكره دي بتاعت الكتيب ده خلاني يعني ابقى بفكر، زي ما في طلبه بتدرس فن وبتدرس، ممكن تكون في طلبه برضو بتدرس جرافيك. ليه لا انك انت يبقى عندك صفحه للاطفال؟ والله انا بدات فيها مع الولاد في البيت، يعني انا لسه امبارح يعني دي حدوته الاثر، حدوته اثر دي لكل الشباب، لكل اللي هو الاعمار اللي فوق، يعني فوق مثلا 15 16 17 سنه. صح كده؟ الى فوق. طب ليه ما يبقاش في صفحه كمان للاطفال، فاهم؟ وبرضه يتعمل حاجات للاطفال، حدوته عن الرسوم المتحركه، مش لازم تبقى بالكواليتي الرهيب. يعني ابتدي بكواليتي يعني معقول، يعني ها من الطلبه، ها، ويبقى شغل ليهم في نفس الوقت وتدريب ليهم، فاهم؟ في نفس الوقت بتعمل حاجه للشباب الصغنن ده. احنا يعني يمكن يعني التلاميذ الصغيرين دي احنا يعني بدات نفكر فيها، بس مش ما كانش هيبقى على صفحه، لا كان هيبقى ابلكيشن تعليمي. لان انا عملنا الابلكيشن ده في اكتر من شركه انا اشتغلت فيها كفيديوهات تعليميه. تمام. انما كنا هنعملها كابلكيشن. نعم. الابلكيشن ينزل على الموبايل، لان دلوقتي كل الناس معاها موبايلات. ايوه. فممكن مع الابلكيشن يبقى فيه صفحه بنزل فيها ممكن البروموات او حاجه مع الابلكيشن اللي موجود ده ان شاء الله. دكتور شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا يا فندم. والحبتين الصغننين دول وربنا يوفقك ان شاء الله، واتمنى يبقى عندك صفحات اخرى للصغيرين كمان، مش للكبار بس، الاطفال يعني.
ويبقى رسوم متحركه كده وتبقى حاجه لذيذه برضو بنحكي فيها اثار مصر وتاريخ مصر و و الدكتور احمد يحيى مؤسس مبادره حدوته اثر، شكرا لحضرتك ونورتنا يا فندم. شكرا يا فندم، ويعني انا يعني وسام فخر على صدري ان انا اول لايف اطلعه، يعني اول فيديو اطلعه في التلفزيون يكون في التلفزيون المصري، يعني دي حاجه بالنسبه لي. طبعا بمناسبه كمان 60 سنه على انشاء التلفزيون المصري بهنيكم، بهني الشعب المصري بمناسبه ثوره 23 يوليو، بهني الامه العربيه الاسلاميه بمناسبه عيد الاضحى، يعني الحمد لله مناسبات جميله جت في 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 مقابلتي مع حضرتك. يعني عندك انت الطلعه بتاعت المذيع خدتها خلاص من الشرح الحمد لله الحمد لله يعني ربنا يوفقك ونشوفك تاني باذن الله قريب ان شاء الله يا فندم. ده كان يومنا النهارده، في نهارك سعيد، وبكره ان شاء الله نهار سعيد باذن الله تعالى دايما، وشمس جديده على مصر تأتي بكل خير وكل جمال لمصر حبيبتنا مصر. جمعة مباركة، السلام عليكم.